حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن آخر تطورات ومستجدات طوفان الأقصى وخطاب سماحة السيد حسن نصر الله يوم أمس وتصدر للمواقف وكيف أصبح آخر الاستراتيجيات التي رسمت لكل الأطراف وخاصة ساحات المقاومة. والحديث أكثر عن التفاصيل نرحب سوية بضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ محمد الرباعي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا حضرتك. أيضا الترحيب بالمحلل السياسي السيد هادي قبيسي ينضمنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. أهلا بكم سيد هادي. نبدأ معك أستاذ محمد. خطاب سماحة السيد نصر الله يوم أمس الذي كان مرتقب بشكل كبير وفعلا جاء بحسب التوقعات، لكن إلى أي درجة رسم ووضح مسار هذه المواجهة مع الكيان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار وجميع مشاهدي قناة الأيام وإلى ضيفك الكريم من بيروت. فالحقيقة كان خطاب السيد حسن نصر الله يوم أمس خطاب واضح وضمن الاستراتيجية لحزب الله بالنسبة إلى الموقف في غزة وموقف حزب الله بالنسبة إلى تطورات الأحداث التي حصلت وتحصل حاليا تجاه المقاومة الإسلامية في غزة. السيد حسن نصر الله حقيقة كان واضحا وصريحا، وكان الموقف الذي طرحه السيد حسن نصر الله يأتي من موقف حزب الله من المعارك التي تجري في غزة. بالتأكيد أن مقاتلي حزب الله قد دخلوا المعركة منذ يومها الأول، ولكن لم تكن هنالك مواجهة مباشرة بين مقاتلي حزب الله وبين الكيان الصهيوني. كانت هنالك مناوشات، وهذا قد أدى حقيقة إلى إفشال مخطط الجيش الإسرائيلي في التوغل مباشرة إلى غزة، وقد سحب البساط من تحت قوات الاحتلال وحكومة نتنياهو. الأمس السيد نصر الله وضع النقاط على الحروب بالنسبة إلى موقف حزب الله بالنسبة للمعركة، وأيضا أبعد الشبهات التي كانت تتحدث بأن لإيران دور كبير في المعارك والتخطيط للمعركة التي خاضتها قوات حزب الله قوات المقاومة الإسلامية في غزة. وأيضا السيد حسن نصر الله أكد بأننا لا نعلم بتوقيع المعركة وليست لدينا معلومات ولم نبلغ بهذه المعركة يوم 7. هذا يدل على أن المعركة تم التخطيط لها وتنفيذها مباشرة من قبل مقاتلي المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي غزة. فلذلك كان السيد نصر الله قد وضح أيضا موقف الحزب بالنسبة إلى التحركات الأمريكية، وقد كان تهديدا واضحا للقوات الأمريكية في حالة تحركها بمساندة تحرك مباشر لمساندة الكيان الصهيوني. وأيضا أكد السيد حسن نصر الله بأن المقاومة بأن حزب الله سيكون جاهزا للدخول في المعركة في أي وقت، وبانتظار التعليمات من قيادة حزب الله بهذا الجانب. إذن كان موقف السيد نعم. بالنسبة لبقية ساحات المقاومة سيد محمد، كما شكر سماحة السيد نصر الله السواعد العراقية، كيف يعني تحلون معادلة المقاومة العراقية والموقف العراقي وموقف الحكومة على لسان السوداني اللي جدد صباح هذا اليوم الموقف العراقي حيث أكد أنه أكثر من مجرد موقف سياسي؟ الحقيقة موقف الحكومة العراقية حكومة وشعبا كان موقف واضح وصريح وإلى جانب المقاومة الإسلامية في فلسطين، والدفاع عن فلسطين ليس آنيا وإنما منذ فترة طويلة، والحكومة العراقية والقيادة العراقية والشعب العراقي والأحزاب العراقية حقيقة كلها كانت مصطفة إلى جانب الحكومة من أجل اتخاذ موقف رسمي واضح، وكان ذلك على لسان السيد محمد الشياع السوداني بكثير من المناسبات، وأكدها اليوم في المؤتمر السفراء العراقيين. الحكومة العراقية أيضا كانت داعمة إلى المقاومة الإسلامية
في فلسطين بكل جهودها وبكل مواقفها الرسمية والشعبية. وأيضا بالنسبة إلى المقاومة العراقية، المقاومة الإسلامية في العراق، فإن المقاومة الإسلامية في العراق قد أثبتت بأنها مع الأخوة في فلسطين قلبا وقالبا، وقد عملت حقيقة وهي تعلم حق المعرفة بأن الذي يحرك الكيان الصهيوني جيشا وحكومة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبما أن المقاومة العراقية هي بعيدة عن خط المواجهة ولا يمكن أن تدخل مباشرة مع الكيان الصهيوني، ولكن بدأت بالتحرك لضرب المصالح الأمريكية، ضرب القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، وهذا الموقف يحسب لها. وأيضا قد أدى هذا الموقف إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الضغط إلى الدعوة في أكثر من مناسبة وعلى لسان الرئيس الأمريكي بايدن، ويطلب من الكيان الصهيوني التوقف أو إعطاء هدنة إنسانية لخروج المواطنين الأبرياء من غزة. ولكن بما هو معلوم فإن هذا أعتقد أنه هذه الدعوات كلها إعلامية، وخير دليل على ذلك فإن الكيان الصهيوني الذي هو ابن الولايات المتحدة الأمريكية لم يستجب لهذه الدعوات. هذا يدل على أن التعاون الأمريكي والتعاون الإسرائيلي واضح وصريح اتجاه هذه المعركة، لأن معركة 7 تشرين قد كسرت كل الحواجز التي كانت. طيب. نعم. طيب، عذر المقاطعة. أيضا سيد هادي، أهلا بك مرة ثانية. كما ذكر سماحة السيد نصر الله أن المعركة كاملة من كافة النواحي، كاملة الشرعية، لكن كيف للغرب أن يتجاهل كل هذا التكامل من النواحي الشرعية والإنسانية والتاريخية والأخلاقية كذلك؟ تحياتي لك وضيفك الكريم ومشاهدي قناة الأيام. طبعا الغرب منذ 300 سنة عندما حصل عند حالة الردة التامة في الغرب وحالة الانقلاب، دخل في سياق جديد للجرائم وللارتكابات. تاريخ الاستعمار مليء بأنواع هائلة من الجرائم في الجزائر، في الهند، في العراق مؤخرا. لدينا تاريخ في أفريقيا يعني يندى له الجبين، لدينا تاريخ في أمريكا الجنوبية وأيضا الهنود الحمر. يعني الثقافة الغربية المعاصرة أصلا مبنية على أساس الإبادة الجماعية، الاقتصادي الغربي مبني على أساس الإبادة الجماعية الجسدية ولاحقا الإبادات الأقل وطأة وهي الإبادة الاقتصادية والثقافية والسياسية والهيمنة وإلغاء الهويات. هذا ما يجري حاليا. الكيان الآن كونه قائم على أرض لا يملكها ويخوض معركة وجودية حاليا، اضطر للعودة إلى المراحل القديمة والمبكرة للإجرام وعمليات الإبادة، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 2003. في لحظات معينة تعود عمليات الإبادة البدائية القديمة للاستعمار، تعود إلى الواجهة وأمام الكاميرات وأمام الهواتف النقالة. الآن العدو يقوم بهذه الجريمة أمام العالم كله، والغرب يعني متصالح مع نفسه أصلا بهذا السلوك، لأن تاريخه مشبع بهذه الجرائم. لكن يعني سيد هادي، لدينا مليون شهيد في العراق. سيد هادي، هل سيجبر الغرب أخيرا على الرضوخ للحق مقابل كل هذا الصمود والثبات، وأيضا من جهة أخرى مقابل هذا التغيير الكبير بمعادلات المواجهة؟ كان هناك عبارات لافتة أدلى بها سماحة السيد أمس، قال أنه انتصار غزة مصلحة أمنية للبنان، وهزيمة غزة يشكل خطر على الأمن القومي للبنان، وقال ذلك يتعلق بكل دول المنطقة. إسرائيل أو هذا الكيان المؤقت المزروع في هذه البلاد هو مرتكز لهذه الهيمنة، وكسر هذا الكيان وإعادة فلسطين إلى وضعها الطبيعي هو الذي يعيد الأوضاع إلى طبيعتها في سائر البلدان العربية المحيطة على الأقل بهذا الكيان في منطقة غرب آسيا وأيضا في شمال أفريقيا. إذن مدخلية كسر الهيمنة الغربية تبدأ الآن من غزة، ولذلك جاءت الأساطيل، ولذلك جاء بايدن إلى الكابينت عدة مرات وبلينكن اليوم في الكيان، ولذلك هم يعني يصرحون 10 مرات في اليوم حول هذه القضية، ومستعدين للسماح لإسرائيل بارتكاب المجازر دون هوادة لأجل الحفاظ على هيمنتهم على بلادنا وليس فقط على فلسطين، لأن كل المنطقة سوف
عن تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية، وكل المنطقة سوف تخرج من حالة الرعب والخوف من الأساطير الأمريكية في حال اندثر هذا الكيان وعاد اليهود كلهم إلى بلاده. إذن هذه المعركة هي الحالة، هي النقطة المفصلية في الهيمنة، وليست متعلقة بغزة، وليست فقط متعلقة بالجانب الإنساني أنه أهل غزة يتعرضون للجريمة، وهذا مسألة رئيسية أخلاقيا وشرعيا بالنسبة لنا، ولكن في نفس الوقت هناك مظلوميات أخرى تحيط بهذه المظلومية في كل هذه المنطقة، مظلوميات اقتصادية وأخلاقية وإنسانية وهويتية، وهناك مجازر ارتكبت في اليمن وفي سوريا والعراق لأجل عيون هذا الكيان ولأجل عيون اليهود. ما قامت به داعش هو لأجل عيون اليهود، وما قام به الأمريكيون عام 2003 لأجل عيون اليهود أيضا، وما قاموا به في اليمن 10 سنوات من المجازر، مئات آلاف الشهداء في اليمن، وما قاموا به في سوريا أيضا أكثر من 300,000 شهيد. لا. كل ما يجري نجد لهؤلاء اليهود مصلحة فيه، والولايات المتحدة الأمريكية كما رأينا الآن تتحرك في المنطقة بناء على المصالح الإسرائيلية. فإذا الخلاص من هذه الهيمنة لا يتم فقط في أرض واحدة في غزة، لأنه غزة بحد ذاتها أو فلسطين بحد ذاتها هي مسرح مركزي للأحداث ومسرح مركزي فاصل في كسر الهيمنة. إذا سيد هادي، كما جرى بال 48 في فلسطين من تداعيات ما بعد أصبحت على المنطقة ودول المنطقة أجمع، أيضا طوفان الأقصى سوف يجري تتبع تداعيات على المنطقة أجمع، يعني تداعيات استراتيجية ممكن ووجودية كما ذكر سماحة السيد نصر الله، ولكن تبعا لمواقف الشعوب. يعني الآن الحركة الحالية في بدايتها في لبنان، في العراق، في من سوريا أيضا ومن اليمن، الحركة لا تزال في بدايتها على مستوى المواجهة. إذا تصاعدت هذه المواجهة إلى حد التحدي مع الوجود الأمريكي، التحدي الفعلي والمؤثر مع الوجود الأمريكي، واستهداف الأراضي الفلسطينية أيضا، النقاط الحيوية للكيان المؤقت بشكل فعال ومؤثر، نعم سيكون لهذه اللحظة نقطة، تتحول هذه اللحظة إلى نقطة مضيئة في تاريخ هذه الأمة، وتحول تاريخي لا عودة عنه. أما أن يعني بقيت الأمور في هذه الحدود، سنكون قد تخطينا نقطة مفصلية تأسيسية يبنى عليها للمستقبل، لأنه أمام خيارين أو أمام عدة سيناريوهات. إذا دخلت المواجهة إلى مستوى مفصلي وحاسم، سنكون أمام تغير استراتيجي وتاريخي هائل. إذا انتصرت حماس في غزة فقط ولم تنتقل المعركة إلى المستوى الإقليمي، وحققت حماس ما هو هناك ثقة به، ما هو موثوق أنها ستحققه على مستوى المواجهة البرية، فإذن سيكون للمنطقة مستقبل مفتوح على الخيارات، ومفتوح على أيضا الأمل الكبير. إذا كان الكيان المؤقت بصحبة كل هذه الأساطيل هزم أمام غزة، فماذا سيفعل أمام الآخرين؟ سيتفكك هذا الكيان، سيذهب هؤلاء المستوطنون، وهم الآن يسافرون بشكل غير طبيعي. هناك هجرة عكسية يسجلها مطار بن غوريون، طبعا هذا إعلام إسرائيلي يسجل أعداد هائلة كل يوم تسافر خارج الكيان. أعود لك أستاذ محمد، وأعود إلى موضوع التكامل بالموقف الحكومي والشعبي، وكذلك من جانب فصائل المقاومة. فصائل المقاومة يمكن يوم أمس صباحا أعلنت قصفها الكيان الصهيوني، قصفت ووصل الصواريخ إلى إيلات المحتلة، وقبلها قصف قواعد أمريكية في سوريا وفي العراق أيضا. من جانب أيضا موقف الحكومي، تابعنا في كلمة رئيس الوزراء في قمة القاهرة، وكلمة رئيس الوزراء صباح هذا اليوم، إضافة إلى موقف الشعبي والاعتصامات والتظاهرات، وآخرها الاعتصام في منفذ طرابيل الحدودي مع الأردن. إلى أي درجة تلاحظون وتلمسون هناك تكامل بهذا الموقف العراقي؟ بالتأكيد هناك تكامل كبير بالنسبة للموقف الحكومي والموقف الشعبي، إضافة إلى موقف المقاومة الإسلامية في العراق. موقف المقاومة الإسلامية في العراق كان واضح من خلال ما قامت به المقاومة بضرب القواعد الأمريكية داخل العراق وفي سوريا أيضا. هذا يدل على أن المقاومة الإسلامية هي إلى جانب المقاومة الإسلامية في فلسطين مع أخوتهم في سوريا وحزب الله وأنصار الله الحوثيين، الذين أثبتوا أيضا بطولة في هذا الجانب. الشعب العراقي معروف بمواقفه الواضحة
إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودليل على ذلك المساعدات التي يقدمها الشعب العراقي إلى أخوانهم في غزة، إضافة إلى الآن ما يقوم به أبناء الشعب العراقي من اعتصامات على الحدود العراقية الأردنية. هذا يعطي بالتأكيد، سوف يعطي زخم إلى المعركة، سيعطي قوة إلى وصمود إلى أبناء المقاومة الإسلامية في فلسطين، ليعلموا بأنهم ليسوا وحدهم في المعركة وأرض المعركة. نعم الشعب العراقي قد يكون، وكما قلت قد يكون بعيد، ولكن سوف يستمر في دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين، وسيقدم التضحية إن وجب ذلك، وهذا ليس بجديد على العراقيين الذين ضحوا من أجل فلسطين في كثير من المناسبات، والشهداء العراقيين الآن الموجودين في داخل أراضي فلسطين خير دليل على ذلك. إذن الموقف الشعبي والموقف الرسمي وموقف المقاومة هو واحد ومتكامل ولا يمكن تجزئته، رغم أننا نعلم أن جميع المواقف هي وستصب في صالح المقاومة الإسلامية وستؤدي إلى صمود هذه المقاومة بوجه الكيان الصهيوني الذي يحاول إفراغ غزة من أهلها من خلال قتل الأبرياء ومن خلال تهجير الباقين إلى الحدود السورية أو الأردنية. وهذا المخطط أيضا ليس بجديد على الشعب العراقي والشعب العربي، لأن هذا المخطط هو قديم جدا منذ عام 1948. الحكومة الإسرائيلية تحاول إفراغ فلسطين من جميع الفلسطينيين، وهذا المخطط قد دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول الغربية، لكن تم إفشاله من قبل المقاومة الإسلامية في جميع الدول المجاورة لفلسطين. طيب سيد هادي، كما خاطب السيد نصر الله أمريكا مباشرة قال أساطيلكم لا تخيفنا، هل أعدت المقاومة اللبنانية العدة؟ هل هي مستعدة لمعركة أكبر؟ هل تتوقع هذه المعركة؟ أولا هناك تجربة سابقة على مستوى استهداف البوارج الحربية الصهيونية في مياهنا الإقليمية في حرب تموز، وكانت تجربة ناجحة ومهمة. وهذا الكلام يعني فيه مسؤولية كبيرة جدا عندما نتحدث عن الاستعداد لمواجهة الأساطيل، ف وهذا سماحة السيد لديه مصداقية عالية في هذه النقطة تحديدا في مجال المواجهة المباشرة، وكل خطابه عادة طوال السنوات الطويلة من هذه التجربة القيادية كان هناك مصداقية ويعرفها العدو والصديق، فليس هناك حاجة لتأكيد هذه النقطة، هناك جهوزية إذن في لبنان للمواجهة مع الأساطيل. أما بالنسبة لتوقع هذه المواجهة، الأمريكيين لا يريدون التورط، ولو كانوا يريدون التورط لا دخلوا في اللحظات الأولى أو في الأيام الأولى، خاصة عندما كان لديهم شك بأن المحور ككل سيلتحق أو أنه منسق مسبقا العملية في غزة وسيلتحق في هجوم إقليمي على الكيان. هذا الكلام كان موجود في الكيان في الأيام الأولى، في اليوم الأول الثاني الثالث كان هذا الكلام موجود. إذن هذا نقطة من الموانع أو الكوابح تدخل الأمريكي في هذه اللحظة وفي هذه المنطقة. معروف أنهم متورطون في أوكرانيا، لديهم مشاكل في تمويل الحرب في أوكرانيا، لديهم مشاكل عسكرية في أوكرانيا، ولديهم مشاكل على مستوى التسليح أيضا. وفي أوكرانيا لا يواجهون بشكل مباشر، وعندما لا يواجه الأمريكي بشكل مباشر تنخفض كلفة الحرب بشكل كبير، لأنه قواعده، آلياته، طائراته، جنوده لا يسقطون قتلى، ليس هناك دمار، وتكلفة الحرب الأمريكية عالية جدا لأسباب كثيرة. الحرب المباشرة إذا هو يريد التورط في حرب مباشرة في المنطقة، فتقديري أن تكلفة الحرب لا تقل عن 5 تريليون أو 10 تريليون دولار، يعني لديه كارثة اقتصادية، ينهار الاقتصاد الأمريكي. هو لا يستطيع خوض مواجهات مباشرة الآن إلا إذا كانت مواجهة فاصلة عالمية تنقله إلى حالة الأحادية أو تعيده إلى حالة الأحادية أو ما يشبه ذلك. إذن هو لا يستطيع الخوض إلا تحت الضرورة، إذا رأى أن هناك مصلحة جوهرية تعرض لمخاطر حاسمة وواضحة وبينة مباشرة وواضحة النتائج ممكن أن يتدخل. أما الآن أو في الظرف الحالي هو يريد تدخل، لا، هو إذا شعر أن هناك تهديد وجودي للكيان أظن أن هناك نسبة عالية نسبة ما من ترجيح تدخلي. إذن بحسب وزير المالية الإسرائيلي بوجود أزمة اقتصادية خانقة بسبب هذه الحرب،
إضافة إلى أزمة اقتصادية سابقة يعانيها الكيان، كل هذا سوف يحول دون توسع هذه المواجهة أو تجرؤ الكيان على توسعة هذه المواجهة سيد هادي. هناك نقطة أساسية قاعدة في التحليل بعد 7 أكتوبر لم تكن موجودة. نحن في 7 هذا الشهر الماضي، في 7 من أكتوبر دخلنا في مرحلة اختبارات الوجود لإسرائيل. كان هناك في السابق اختبارات ردع، نحن الآن خضنا مرحلة اختبارات الوجود. في حالة اختبارات الوجود الكيان نرى الآن أنه تغير أسلوبه وسلوكه الآن على مستوى الإجرام وعلى مستوى الاستعداد لزج القوات البرية. هذا متغير كبير في سلوك الكيان. يعني منذ سنوات طويلة، منذ عام 82 لم يخض معركة برية بهذا الحجم. فإذا هناك تغير على مستوى الكيان. طيب هذا التغير، هذا التغير استراتيجية سيد هادي، هذا التغير استراتيجية مدروسة من قبل الكيان الصهيوني، اللي هو كان بسبب هذه الصدمة والذعر والجنون الذي أصابه بسبب 7 أكتوبر. يعني 7 أكتوبر ماذا قالت؟ أقول اختبارات الوجود ماذا يعني؟ أنه تم استكشاف هذا الوجود وإخضاعه للاختبار وتبين أنه قابل للتحلل والتلاشي. يعني هم قالوا في الأيام الأولى أنه إذا كان حزب الله قام بهذه العملية من شمال لبنان بهذه الطريقة المباغتة سيصل إلى تل أبيب ولن يكون هناك دولة. لأن هم يخوضون الآن معركة وجودية في غزة وليست معركة ردع كما الحروب السابقة. هناك معركة فاصلة، وبالتالي التضحيات على المستوى الاقتصادي والبشري وعلى مستوى السمعة وعلى مستوى العلاقات الدولية هم الآن مستعدين لتقديمها، لأن وجودهم المباشر في هذه الأرض، وجودهم الغير الشرعي المباشر في هذه الأرض أصبح مهدد. فإذا ينبغي أن نكون ملتفتين إلى حجم المعركة. نعم. المعركة تطال. طيب. كل الوجود الغربي في هذه المنطقة. إذا سيد هادي يعني ثبت بالدليل القاطع. ثبت بالدليل سيد هادي بأن كلمة السيد نصر الله واقعية بأن الكيان أوهن من بيت العنكبوت. الآن هناك اختبار مباشر لهذا الوهم. يعني في حرب تموز دخلوا هم إلى لبنان وهم قاموا بالمباغتة وهزم جيشهم في عملية هجومية لهم. No. الآن لأول مرة منذ 48 يحصل اجتياح الأراضي المحتلة. أعتقد أن كثيرين لم يعرفوا أو لم يدركوا حجم ما حصل حتى بالنسبة لليهود. ما حصل أن منطقة واسعة من 300 كيلومتر مربع تم تحريرها، ولو كان هناك قدرة بشرية وقدرة نارية أقوى قليلاً لما استطاع اليهود أن يسترجعوا هذه المناطق. فإذا ما حصل هو عملية تجربة لعملية تحرير، تجربة ميدانية واقعية. الآن التحرير لا يزال قائم، ليس التحرير فقط اليومين الأولين. الآن الغلاف محرر، المستوطنين ليسوا مستعدين للعودة إليه حتى لو انتهت الحرب. ما زالت حماس، ما زالت المقاومة موجودة في قطاع غزة، هم لا يريدون العودة. بعض الآخر قال ما دام أهل غزة موجودين نحن لن نعود. يعني الغلاف تحرر، لدينا منطقة من 300 كيلومتر تحررت. المعركة الآن تنصب على استعادة الغلاف. هم يحاولون تحرير أرض احتلت أو تم طرد المستوطنين منها. إلى هذه الدرجة المسألة بالنسبة لهم خطيرة. فإذا هم مستعدين دفع تكاليف وضحايا. واضح. خلينا نرجع أستاذ محمد، كما ذكر السيد نصر الله من هزموكم سابقا هم الآن أحياء ومعهم أبناؤهم وأحفادهم. يعني المعركة مصيرية أستاذ محمد، كيف يتوقع العدو هزيمة أناس حياتهم وعقيدتهم هي المقاومة؟ الحقيقة يعني الموقف الإسرائيلي والموقف الصهيوني والموقف الأمريكي هو ضعيف جدا في هذه المعركة، رغم ما حول له الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي. وكان موقف السيد حسن نصر الله واضح وكلمته واضحة بأن أبناءنا ونحن الذين قد اشتبكنا وقاتلنا الكيان الصهيوني أننا باقون وأبناؤنا قد انضموا إلينا، فإذا نحن على حق وأنتم على باطل. وخير دليل على ذلك أن الكيان الصهيوني الآن بإجرامه وبعمليات الإجرامية التي فاقت كل تصور العالم بما يقوم به الكيان الصهيوني اتجاه الأبرياء، فإن صمود المقاومة وصمود حزب الله سيكون واضحا وكبيرا، وسيكون أيضا له موقف يدمر الكيان الصهيوني ومن يقف مع
الكيان الصهيوني. أنا أحب أستاذ بشار أضيف على كلام زميلي الأخ هادي بالنسبة إلى الموقف الأمريكي اتجاه هذه المعركة. الموقف الأمريكي حقيقة الولايات المتحدة ليست من الغباء بأنها تتحرش أو تعمل بقيام بعملية اتجاه لبنان أو دعم مباشر للكيان الصهيوني من خلال طائرات أو من خلال الجيش. الولايات المتحدة الآن الحقيقة في مأزق بدخولها إلى وأساطيلها في المنطقة، قد وضعت نفسها في مأزق كبير. المأزق هو على صعيد داخلي وصعيد خارجي. الصعيد الداخلي الآن هنالك أصوات تعلو يوما بعد يوم للتنديد بما تقوم به الولايات المتحدة وبايدن، وخير دليل على ذلك دعوات الديمقراطيين إلى إيقاف هذه الحرب. ثانيا النقطة الأخرى أو المهمة أنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها أكثر من جبهة مثل ما تفضل زميلي، أكثر من جبهة، ولا تريد أن تدخل في جبهات أخرى، وهي تعلم حق المعرفة بأنها إذا دخلت في معركة مع المقاومة الإسلامية لبنان أو باقي الفصائل الأخرى أنها ستتعرض وجنودها إلى القتل والتدمير في البحر وفي الجو، لأن الآن المقاومة الإسلامية وحزب الله ليس كما كان حزب الله عام مثلا عام 2016 و17 و14، الآن في تطور، والأسلحة الموجودة قد أعلن عنها أكثر من مرة سيد حسن نصر الله بأنها ستكون في مواجهة مع الأسلحة الأمريكية وستدمر الأسلحة الأمريكية، وستكون المنطقة هي منطقة قتل إلى القوات الأمريكية. طيب خلينا بنتنياهو ومدى الحرج اللي به حكومة نتنياهو. يعني اليوم نتنياهو يواجه المقاومة الفلسطينية من جانب، ويواجه انقسام داخلي سياسي من جانب آخر، إضافة عسكري، وتمكن المقاومة من قتل 341 عسكري إسرائيلي بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية وانهيار مالي بسبب الحرب. إلى أي درجة محرجة حكومة نتنياهو وتعجز عن التعامل مع كل هذه الملفات؟ إضافة إلى ملف مهم آخر هو ورقة الأسرى والضغط اللي تسبب هاي الورقة على نتنياهو. من المعروف أن نتنياهو وحكومته قد وضعوا نفسهم في مأزق كبير عندما قاموا ليس بالرد على المقاومة الإسلامية، وإنما عندما قاموا بقتل الأبرياء وتدمير غزة وضرب المستشفيات وإخراج باقي المستشفيات من الخدمة. هذا أيضا قد وضع على حكومة الكيان الصهيوني أعباء أخرى محلية ودولية. يعني لأول مرة مثلا من داخل الكيان الصهيوني تظهر أصوات تندد بهذه العملية وتقف بوجه نتنياهو وتطالب باستقالة نتنياهو. لكن الحقيقة أن نتنياهو وحكومته تحاول أن تعيد بعض ما فقدته من هيبة وما فقدته من رهبة كانوا يرهبون به العالم بقوتهم التي كانوا يتوجحون بها. فلذلك حكومة الكيان الصهيوني ونتنياهو الآن لا يحسدون على كل المواقف التي يقومون بها، ولكن رغم ذلك فإنهم مستمرين بقصف الأبرياء وقتل الأبرياء، وخير دليل على ذلك ما قاموا به من عمل جبان عندما دعوا الأبرياء إلى التحرك إلى مناطق معينة للاحتماء فيها وبدأوا بقصف هذه المناطق. إذن هم أوغلوا بالإجرام، أوغلوا بالقتل، هذا الإجرام وهذا القتل قد أدى إلى ارتفاع الأصوات العربية والعالمية، وطبعا أصوات الشعوب وخاصة بعض الحكومات التي كانت محسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الآن بسحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. هذا دليل على أن نتنياهو وحكومته يعيشون الآن في مأزق داخلي وخارجي. طيب لكن سيد محمد، يعني هناك يعني تم تحديد أهداف، هدف أول وقف العدوان، والهدف الثاني هو نصرة غزة والمقاومة حماس تحديدا. هذه أهداف مهمة، لكن شلون
يعني نقدر نوقف العدوان على غزة بالضغط العسكري مثلا أم الدبلوماسي؟ نلاحظ أنه المجتمع الدولي يعني حكومات الغرب تحديدا وحتى بعض الحكومات العربية ما عندها الجهد الحقيقي للضغط على الكيان الإسرائيلي كسحب سفراء مثلا أو غيرها. أكو ضغوطات شعبية لكن ضغوطات دبلوماسية رسمية ماكو. الضغط الشعبي قد يعتبر غير مؤثر بالنسبة للمعركة. يعني الضغط العسكري يختلف عن الضغط الشعبي. لكن للأسف الشديد تفضلت أستاذ بشار وقلت الموقف العربي وموقف الحكومات العربية موقف خجول جدا ومخزي. يعني كثير من الدول العربية الآن التي لديها علاقات مع الكيان الصهيوني لم تحاول أن تسحب حتى سفراءها. وهذا يدل على خنوع هذه الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الكيان الصهيوني. ولكن هم غافلون عن نقطة مهمة. نعم. إن ما يقوم به الكيان الصهيوني الآن من تدمير غزة وتدمير بعض المناطق الأخرى من فلسطين سوف ينسحب على هذه الدول. يعني على الأردن. الأردن ليست بعيدة وسوريا ومصر ليست بعيدة وباقي الدول العربية ليست بعيدة أيضا من طموحات ومطامح الكيان الصهيوني. فإذا كان يتصور الحكام العرب بأن المعركة بعيدة عنهم فهم غافلون عن ذلك وهم واهمون. المعركة الكيان الصهيوني لديه مخطط كبير جدا. قد تكون غزة هي الأولى ولكن المقاومة الإسلامية قد أفشلت هذا المخطط بوقوفها الصلب اتجاه كل التحركات الأمريكية. وكانت الضربة في 7 تشرين حقيقة هي القسمة للكيان الصهيوني وضربة لمخططات الكيان الصهيوني بتدمير غزة والفلسطينيين وتشريد جميع أبناء الفلسطينيين إلى الدول العربية. إذن الموقف العربي والموقف الحكومي وليس الموقف الشعبي. الموقف الشعبي واضح وصريح وكثير من التظاهرات تحصل الآن وضغط من الشعوب على الحكومات. لكن يبقى الموقف الحكومي بالنسبة للدول العربية مخجل وليس بمستوى طموح. بعكس بعض الدول الأمريكية التي وقفت إلى جانب الفلسطينيين كثير من سحبت سفرائها وهذا قد يؤدي ويولد ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على الكيان الصهيوني بإيقاف المعركة أو تهدئة المعركة. نحن نعلم أن الكيان الصهيوني عندما يخسر جندي واحد فإن الداخل الفلسطيني الداخل الإسرائيلي سوف يتحرك على الحكومة الإسرائيلية وهذا ما حصل. فكيف إذا علمنا أن هنالك حوالي 240 أو 250 أسير فلسطين يهودي لدى المقاومة الإسلامية وكان هنالك أيضا عدد كبير من قتلى الجيش الإسرائيلي ويوميا يقتل عدد كبير منهم من قبل المقاومة الإسلامية رغم أننا نعلم أن الإعلام العربي كان أيضا ضعيف جدا والإعلام الذي يدير المعركة هو الإعلام الصهيوني. وأيضا الكيان الصهيوني قد عمل خطة لتحييد الإعلام العربي من خلال قتل لعدد كبير من الصحفيين حتى لا يكون هنالك نقل مباشر لما يجري من داخل. هو حتى النقل المباشر سيد محمد أكو نقل مباشر لاحظنا بقنوات ودمو قنوات تلفزيونية مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها كان أكو اطلاع من قبل كل دول العالم على ما يجري. لكن أكو تجاهل إلى يعني حتى الفلسطيني قالوا ماكو داعي حتى نصور هذه الصورة وهذه الجرائم باعتبار ماكو استجابة من عندها. سيد محمد دعني أنتقل بمحور آخر مع دكتور أسامة دانورة الكاتب والباحث في الشؤون السياسية انضمنا عبر الهاتف من سوريا. أهلا بكم دكتور أسامة. وودنا أسألك عن القوة يمكن هي اللغة السائدة حاليا من أجل إنقاذ شعب غزة. لكن إلى أي درجة توحد ساحات المواجهة إلى أي درجة سيسهم بإرباك العدو إلى أي درجة ممكن أن يساعد بوضع حد لجرائم الكيان وربما إيقاف هذه الجرائم؟ بعد تحية لكم وللسادة المشاهدين جميعا والاحترام. الحقيقة من المؤكد أن الضغط الشعبي العالمي له دور لا يمكننا القول بأنه ولكن الكلمة الإسرائيلي
وهنا طبعا يعني قيمة الربح ورد أو الذي تم تعزيزه بالأمس كلمة السيد حسن نصر الله هي قيمة مهمة جدا. أولا لأن هناك حجز لإمكانيات عسكرية إسرائيلية كبيرة في مواجهة احتمالات التصعيد على جبهة العديد الشمالية، وثانيا لأن احتمالات تدحرج المواجهة في حال توغل وأوغل العدو في إجرامه أكثر هي احتمالات ردع واسعة جدا وقوية جدا، لأن القرار كما يبدو واضحا ليس بيد العدو الإسرائيلي وحده، وقد تكون نسبة صناعة القرار بالنسبة للعدو الإسرائيلي لا تتجاوز 30%. وبالتالي الأمريكي اليوم يدرك تماما بأنه ليس قادرا على تحمل تبعات توسع المواجهة وتحرجها باتجاه الإقليم، حيث سوف تصبح يعني تقريبا مواجهة إقليمية شاملة ولكن بأبعاد دولية، وهذا الأمر ليس مستعدا له الأمريكي لا على مستوى تواجده العسكري على الأرض، لا على مستوى ما يستطيع تخطيطه من حشد وإمكانيات، ولا على مستوى وزن الإرادة القومية إنجاز التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من الصعب إقناع الأمريكان أن يذهبوا إلى مشهد حرب واسعة النطاق وشاملة في ظل الظرف الحالي. وأضف إلى ذلك لأن هناك يعني تحديات استراتيجية تتعلق بالمسرح الأوروبي والمواجهة في ما يتعلق بأوكرانيا، وأيضا استراتيجية الاحتواء الصيني التي بدأت من عهد أوباما وهي في تصاعد مستمر، وأيضا تتطلب من الأمريكان التفرغ وتخفيف الموارد والكفاية لنقل في الاستراتيجية السياسية لتنفيذ هذا وأيضا ما يتعلق بالاقتصاد. فإذا اليوم أن يذهب الأمريكي ومن ورائه الغرب الجماعي إلى مواجهة شاملة في المنطقة ليس أبدا في مصلحة الأمريكان، وهذه المواجهة قد تتطلب يعني حشد ما لا يقل عن سنتين من الزمن، ومع هذا الحشد سوف يخرج الأمريكي خاسرا، لأن يعني من الواضح أنه لا قبل له في اتساع الجبهات وتعديلها بهذه الطريقة. طيب. حدث عن العراق، سوريا، لبنان، اليمن، لربما ايضا الجمهوريه الثانيه الايرانيه، هذا الحجم يعني هذه الفخامه للمواجهه هي كثيره جدا على الحجم طيب. الامريكي وعلى القدرات للغرب الجماعي. طيب. ماذا عن اهداف العدو الصهيوني بوضع اهداف ربما مرتفعه جدا كما وضع سابقا هدف القضاء على حزب الله، اليوم يضع هدف مرتفع جدا هو القضاء على المقاومه الفلسطينيه، القضاء على حركة حماس، هل يمكن للكيان فعلا أن يحقق هكذا أهداف؟ أعتقد أن يعني هذا ما يطلق عليه بالمصطلح الأجنبي الوشفول ثينكينج، يعني تفكير التمني وتفكير الرقبي، هذا بعيد جدا عن التحقيق، وهذا ما أشار إليه السيد حسن نصر الله بالأمس في خطاب الأمس. عندما يتحدث بغض النظر عن الدعم الذي قد يأتي من قبل محور المقاومة، حتى مغامرة العدو بمحاولة إنجاز حل صفري لنقل على مستوى قطاع غزة هو أمر صعب جدا، وجيش العدو ليس كفؤا لمثل هذه المواجهة أن يخرج فيها منتصرا. وأعتقد أن التجارب البسيطة الهامشية لحد الآن في أي دخول بري أفهمت العدو ليست نزهة، وأن جيشه قد يغرق في أوحال غزة المستنقع بطريقة على استمرارية هذا الجيش، ويعني قدرة أفراد ومفسدي هذا الجيش على الاستمرار والبقاء في صفوف قواته، وحتى على تماسك الكيان بأسره، لأن عن مجموعة بشرية يعني مواطني الكيان بين قوسين ليسوا في وارد أن يعني يقعوا في حالة من الزمان. لا اقتصاديا، لا كبيئه اجتماعيه، ولا كاراده سياسيه هم كانوا يريدون هذا الاحتمال. طيب. هذا كما قلنا بصرف النظر عن احتمالات التوسع والتدحرج. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية دكتور أسامة دنورة، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف من سوريا، شكرا لك. وأعود لك بسؤال أخير سيد هادي، الكيان الصهيوني وضع أيضا هدف أو شرط باستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بدون قيد أو شرط، هل حدث في يوم أنه تم تحرير أسير إسرائيلي بدون مفاوضات؟ اولا يعني المعركه الدائره الان قد تجلب مزيد من الاسرى من ناحيه، من الاسرى اليهود طبعا، ومن ناحيه هناك قتل للاسرى، يعني
حتى من قبل أسبوع كان العدد 50 قتيلا من بين الأسرى، وأكثر من 50 قتيلا. نعم. فقد تنتهي هذه المواجهة ولا يعود هناك أسرى لدى المقاومين في الفلسطينيين. في هذه الحالة كيف سيكون موقف نتنياهو أمام الإسرائيليين وذوي الأسرى؟ نعم، هناك إهمال لقضية الأسرى بشكل نسبي في الكيان لنتيجة الذعر والخوف والقلق الذي سيطر على القيادة والجمهور والنخب، وأن دفعوا باتجاه أولوية أساسية وهي المواجهة في غزة. بالنسبة لهم الأسرى لم يكونوا هم النقطة رقم واحد في الأولويات، هناك نقطة ثانية أو ثالثة تتعلق بالأسرى، ولكن الآن الجمهور والنخب والقيادة والأجهزة الأمنية مهتمة بشيء واحد، والتخلص من مصدر التهديد من غزة. طبعا المسار المعركة ينبغي أن يعني يحدد هو مصير هذه الصفقة، سواء مقابل أو دون مقابل، يعني بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي والأفكار الإسرائيلية. من ينتصر هو الذي يحدد الشروط، ومن ينتصر هو الذي يحدد كيفية تبادل الأسرى. أما الكلام المبكر فلا قيمة له الآن، يعني الكلام نحن نسحق وننتصر ونتعهد بالنصر وأنا أوثق بالنصر، هذا كلام فارغ. يعني نتنياهو يبيع الجمهور الإسرائيلي كلام فارغ، سنرى في النتيجة ماذا سيحصل. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي السيد هادي قبيسي، كنت معنا عبر سكايب مباشرة بيروت، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ محمد الربيعي، كنت معنا مباشرة بغداد، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء.